أهلا بحضراتكم في مرسم. النهاردة إن شاء الله هنرسم مع بعض لوحة بالألوان المياه والأكريلك. طبعا إحنا قلنا قبل كده إن الفرق بين الأكريلك والمياه، على الرغم من إن الوسيط واحد، لكن الأكريلك ما بيطلعش. يعني لو أنت رسمت لوحة أكريلك وسبتها شوية وجيت تحاول تحط عليها مياه وتطلع اللون، مش هيطلع. ألوان المياه أسهل شوية وبتطلع على طول. الستايل اللي احنا هنرسم بيه عنقود العنب اللي معانا النهاردة هو ستايل اسمه تشاينيز تراديشنال ارت، يعني الفن التقليدي او الشعب الصيني، اللي هو مبني على ان انا بضربة فرشة واحدة مفروض ان انا بعمل شكل معين. يعني لو انا عايز ارسم مثلا عنقود عنب او عنب زي ما احنا شايفين كده، احنا مش هنخطط بقلم رصاص وبعد كده نبدأ نعمل اسود وبعدين نبدأ نفتح، لا، هي بضربة واحدة مفروض ان هي تيجي الحاجة دي تمام، العنبة دي مظبوطة. طبعا ده في منتهى الصعوبة لان ده بيحتاج تدريب كتير جدا جدا، يعني نتائجه بتبقى مبهرة جدا. واحسن حاجه فيه ان انت ما بترسمش من حاجه انت شايفها، يعني انت بتتخيل الشكل هيبقى عامل ازاي، تتخيل عنقود العنب هيبقى عامل ازاي، تتخيل الاضاءه عليه بتبقى عامله ازاي، وبعد كده بتبدا ترسم. مش بس عنقود العنب، انت كل الفواكه كده، بل وكمان البورتريهات بتبقى كده. بس احنا بنبدا بالحاجات البسيطه. اي نعم هي محتاجه تدريب، بس احنا في الاخر بنوصل لنتيجة كويسة جدا. احنا كده بنرسم الاول الاضاءة على عنقود العنب زي ما احنا بنشوف، بنجيبها الاول كده شمال وبعدين نرجع نجيب يمين، نص دايرة ونص دايرة. طبعا لما نيجي نرسم العنقود من الجنب نرسم نص دايرة بس، لكن احنا دلوقتي بنرسم نص العنقود من جوه، فطبيعي ان احنا نرسم نص دايرة وكمان نص دايرة فوقيها. طبعا احنا عرفنا ازاي بنجهز الورق، بنعمله بفرشة مية الاول وبنشده على خشبة سواء بدبابيس او بباسبورتو اللي هو اللزق، اللي هو زي بيتضاف له مية كده وبيلزق جامد، عشان لما نرسم في نص اللوحة بألوان مية أو ألوان أكريليك تفضل اللوحة ما تبقاش مكرمشة وما تبقاش كده. احنا دلوقتي خلصنا أول عنقود عنب، هنبدأ بس نحط التاتش الإضاءة بس عليه. الألوان الأكريليك تبقى جميلة جدا وتبقى عمرها أطول بكتير من ألوان المية، يعني ما يتخافش لو جات لها رطوبة، ما يتخافش لو بالغلط اتدلقت عليها مية، لكن للأسف ألوان المية هي نتائجها رهيبة جدا، بس مجرد ما بتيجي عليها مية هي اللوحة بتسيح على بعضها، فدي ما بتبقاش بتتحمل قوي. بص احنا دلوقتي هنبدأ نرسم اول عنبة فوق، وبعد ما رسمنا اول عنبة اخدنا نص الدايرة على العنبة اللي جنبها، وبعدين من الشمال زي ما حضراتكم شايفين ان احنا بنحاول نتخيل كده، مش لازم ان احنا نرسمهم فوق بعض، لا احنا بنرسمها كده بالجنب وبعدين نيجي نرسم زي كده اهي على اليمين وبعدين نيجي على الشمال نص دايرة خفيفة، بتبقى النتائج ممتازة فعلا في الآخر، بس بتحتاج تدريب كتير جدا جدا جدا. التشاينيز ارت فن هو من أفضل الفنون لتدريب الإيد. ليه بقى؟